منذ نهاية بطولة كأس العالم في نسختها الأخيرة 2022 لم تتوقف العروض المقدمة لضم نجوم المنتخب المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. العروض المقدمة لنجوم المنتخب المغربي تأتي على خلفية الأداء المثالي لأسود الأطلس خلال النسخة الأخيرة من المونديال والإنجاز التاريخي الذي حققوه، وآخر المطلوبين هو يوسف النصيري. رغم أن بطولة كأس العالم 2022 انتهت بالفعل على مستوى المنافسات، إلا أن توابعها لم تنتهي حتى الآن، على الأقل بالنسبة لنجوم المنتخب المغربي بعدما قدموا خلال البطولة. المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، إذ وصل أسود الأطلس إلى مرحلة لم ينجح في الوصول إليها أي منتخب عربي أو إفريقي قبلهم. احتل المنتخب المغربي المركز الرابع في كأس العالم بعد الوصول إلى نصف النهائي بشباك لم تستقبل سوى هدف واحد، وكان هدفا عكسيا عن طريق نايف أكرد. خسارة أسود الأطلس نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب ثم الهزيمة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث لم تؤثر على الإنجاز التاريخي المحقق من قبل أسود الأطلس بالوصول إلى المركز الرابع. عدد كبير من نجوم المنتخب المغربي أصبحوا على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف كبار أوروبا. ياسين بونو وعز الدين أوناحي وسفيان مرابط ويوسف النصيري كانت أبرز الأسماء المطروحة على الساحة في صفوف المنتخب المغربي للتعاقد معهم خلال انتقالات الشتاء. يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني أعلن في وقت سابق رفضه لانضمام لويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لرغبته في الاستمرار مع فريقه. رفض النصيري جاء على خلفية صعوبة موقف إشبيلية في الدوري الإسباني، إذ يرفض النجم المغربي ترك الفريق الأندلسي وهو في موقف صعب في ترتيب جدول الدوري. ورغم البيان الصادر عن النصيري وإعلانه الاستمرار مع إشبيلية لم تتوقف المحاولة لضمه خلال انتقالة الشتاء، إذ أكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي نيس يسعى لضمه. الصحافة الفرنسية أكدت أن نيس حول وجهته نحو يوسف النصيري بعد الفشل في التعاقد مع النيجيري تيري موفي مهاجم لوريان الفرنسي، فيما يأمل مسؤول نيس في إقناع النجم المغربي لإنقاذ موسم الفريق المتواجد في المركز العاشر. يوسف النصيري صاحب 25 عاماً لعب لعدة أندية إسبانية منها ليغانيس وملقا وإشبيلية، كما يمتد عقده مع الأخير حتى منتصف 2025، فيما نجح في قيادة فريقه للدور التالي في كأس الملك مسجلا ثلاثية في شباك ليرانيس. التقارير الفرنسية أكدت أن إدارة نادي نيس حضرت عرضا قويا لإقناع إدارة إشبيلية والنصيري بإتمام الصفقة قبل نهاية يناير الحالي لدعم هجوم الفريق.